اليوم قررنا الخروج من استوديو أهل المدينة حتى نحتفل باليوم العالمي للطفولة بطريقتنا الخاصة. أنا واقفة أمام بيت نضال حتى نحضر مستلزمات السفرة اللي راح تجمعنا بأطفالنا. هلا عيني، هلا، شلونك؟ خلينا نبلش بحضر مستلزمات السفرة. بس خلي قبل كل شيء نسلم على أهل المدينة، إن شاء الله دائما تكونون بخير. واليوم راح نخرج خارج أجواء الاستوديو، عندنا سفرة، محضرين لكم سفرة، إن شاء الله تستمتعون ويانا. يلا خلني نبدي نحضر شغلات السفرة. يا هلا بزينة، هلا نورتي، واهلا وسهلا بيك، واهلا وسهلا بكل أهلنا أهل المدينة. شوية اليوم راح نتعبك. لا بالعكس، تعبكم راحة ويدللون الأطفال، وهذا أقل شيء احنا نقدم لهم إياه بهذه المناسبة. العصير خليته بالفريز لانه الجو اليوم كلش حار، فوقت الراد يعني بين ما نوصل حتى يكون بارد، اذا ما يعني راح يكون طبيعي. بس نخلي اللفات بالسله زينه. هذه مي ويانا بالبوكس، بوكس في مي. ما اخذت من عندنا وقت، يعني شفت بسرعه اكلات سريعه ولفات سريعه صارت ولا شافنا محضريها. الوقت حان انه لازم نروح لان ينتظروا الاطفال، وان شاء الله نشوفكم بالحديقه ان شاء الله. لا بعاني نانا لعب الأطفال وضحكاتهم. راح نبدي وياكم حلقتنا الجديدة من أهل المدينة، وراح نكون ويا صور الأطفال اللي إذا توصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي أنتم تعرفوها، الفيسبوك وأيضا الجوجل بلاس والتويتر، والمجموعة الصور ويا زينة. وصلني مجموعة من الصور لأطفالنا، والله يحفظ كل أطفال العراق وأطفال العالم. أول صورة وياي من حميد الدليمي، يقول هاي شهودة تحط مكياج بس على طريقتها الخاصة. أوه. الله يحفظها. هاي شخال شهودة شو مسوية بروحها. ومحمد طه يقول صورة سمية من صلاح الدين، ما شاء الله، الله يحفظها. ووليد باجنان يقول كل عام ورحمة بألف خير، عيد ميلادها دخلت بالسنة الثانية، الله يحفظها. إن شاء الله كل سنة وهي طيبة وتفرح بيها وشوفها عروسة. وزهراء السلام تقول هاي زهورة تسلم على أهل المدينة، وإحنا نقولها يا أهلا وسهلا بيك يا زهورة. يا هلا. وأبو جود يقول صورة الطفل عبد العظيم عمر جاسم من محافظة ديالة، عمره سنة وثلاثة أشهر. الله يخليه إن شاء الله ويحفظه. ويوسف وفاطمة يقولون هاي صورة يوسف وأخته فاطمة، الله يحفظهم إن شاء الله. حلوين ما شاء الله عليهم، يعني يوسف شكله كلش ما شاء الله حلو. وأحمد الجبول يقول صورة مالك أحمد من الموصل، يعني هاي صورة مالك، حلوة الصورة. وأحمد أمير يقول هاي بنت أختي أديان، أديان كلش صغيرة بين ما شاء الله حبيبتي، الله يخليها إن شاء الله. ومهند الحسين يقول هاي صورة ابن عمي يوسف، يا ربي يحفظه، الله يحفظه ان شاء الله. وعلي سيف يقول هي اخر صوره، علي سيف يقول صوره ابني منتظر، هاي اخر صوره عندنا، الله يحفظهم ان شاء الله ويحفظ كل اطفالنا يا رب ان شاء الله. هاي الصور اللي وصلتنا على الفيسبوك، والله يحفظ كل اطفال العراق يا رب. شنو اليوم الاطفال رجعونا لايام
ام الطفوله سووا بينا واحدة من النازينه قالت يا ريت ارجع طفله مثل ما كنت قبل. الالعاب حلوه مو مثل ايام زمان يعني ما كانت اكو بهيك حداثه وبهيك الوان يا حتى شو كانت الحديده بس هذا البرنامج طبعا تذكرين الزحلقات مال قبل لا حديده يعني اذا واحد ينزل احتمال ينشق الثوب مالته بنطرونه الحمد لا لله بس الالوان حلوه وده تجذب الاطفال وزينه من كنت صغيره كانت عندك هاد مواهب معينة؟ طبعا هو كل طفل وهو صغير يكون عنده موهبة معينة يا اما تكبر وياه يا اما تندثر. اي كان يعني يعجبني ارسم او اغني او يعني رسم خياطة يعني كبرت وياك هاي الموهبة؟ لا شو ما كبرت ما ادري وين راحت كلها راحت ما اعرف ليش ما تنمت هاي الموهبة. اتمنى اني يعني من كل اهالي وكل الناس تهتم بهذا الموضوع دار ثقافة الطفل تهتم بالمواهب اللي عند الاطفال وينموها يعني حتى في مواقع لمستي لمستي شيء بابنك يوسف انه عنده موهبه والله يوسف يحب يغني دندن اتمنى يطلع موسيقي زين دعمي دائما ان شاء الله دعمي طيب الرسم هو حلو احنا نشوف دائما الاطفال يعني يحبون يمارسون يعني الرسم عندنا رسامه بكركوك عمرها 8 سنوات سوت معرض تشكيلي خاص بها هو المعرض الاول ما شاء الله عليها طبعا سلام كان موجود هناك كان احد الحاضرين وصورني خلينا نشوف قلت اخويا يعني للاسف يعني نشوف يعني اليوم معرض للصور طفله شد عمرها هي 8 سنوات يعني سنه ابتدائيه ثاني ابتدائي نجحت للثالث الله يكمل الموفقيه ان شاء الله شكرا ليش ماكو اهتمام الدرس الفنيه ورغم هاي الامكانيات الموجوده بالطفله يعني اتذكر من كنت صغيره عم الابتدائيه كان عندنا مرسم دائما اتحسف على ذيك الايام يعني طفله مثل هاي عندها هيك افكار وعندها هيك قابليه لو كانت اكو دروس رسم حقيقيه بالمدارس لو كانت اكو دروس رياضه حقيقيه بالمدارس لو كان زمان حتى كان يدرس موسيقى يعني لو كان اكو اهتمام حقيقي بالفن كان مثل هيك طفله مثل هذه الطفله كان اهتموا بها وبداوا من هالعمر يهتمون بها وقابليات الى ان تصير فنانه حقيقيه نتمنى من الحكومه توفر اشياء للمدارس يعني مرسم يعني تعرف حتى الصفوف مزدحمه أنا بالهيئة التعليمية الصفوف مزدحمة إمكانيات ما متوفرة ولو أكو هسه مثلاً أكو مبادرات إنه يهتمون بالأطفال يساعدون بس يعني المفروض يوفرون أشياء أكثر إمكانية أكثر حتى تقدر تتنمي هاي القدرات شو اسمي زينب مو؟ زينب إيش؟ زينب أرجمان مختي زينب هاي لوحة شنو؟ هاي هيك يعني سفرة سفرة؟ نعم هاي اللوحة؟ هاي كوري دولة شنو؟ هاي برتقال وهاي هاي تسمه نارنج وهاي لالنجي زين هاي اكو شخابيط شنو هاي؟ شنو تعني لك هاي؟ اطلع بالأخبار نقولين يعني الناس ميتين وهاي يعني أنا أصير عصبية وهيك يطلع يعني هاي تدل على عصبية؟ نعم وهذه؟ هذه وردة وأكو وردة عمودي وأكو وردة هيك تنزل جوا وهاي؟ هاي بيض وورود وحداك وهدول الشمس وهاي وهاي تسمع هاي لا هاي جمل وهاي يعني قيوم هذه وردة وهذه وردة وهذا ماء هاي ماي وهذا تسمى جبل وهاي شمس وهاي تسمى هاي زينب تحكي لي يعني أشوفك مهتمة هواية بالورد والزهور ليش؟ لأن أنا يعني أحب كل اللي أسوي يعني حتى لو أتعب همين أحب من هو يعني ساعدك يعني تصير يعني تصير رسامة؟ من ساعدك تصير رسامة؟ عمي عماتي أو أبويا تسمى أمي طيب شنو الألوان اللي تستخدميهم؟ أحب ألوان مائية وماجتية
وخشبية. عشت ايدك يا زينب، رسوماتك كلش حلوه ومعبره، وان شاء الله بيكون هذا المعرض الاول، ان شاء الله تتكرر التجربه ونسمع انه مسوي المعرض التشكيلي رقم 100 ان شاء الله. اتمنى انه اذا زينب او اي طفل موهوب من دار ثقافه الطفل او اهالي اللي عندهم طفل موهوب انه ينمون هاي الموهبه حتى تكبر فيما بعد ويا مو تتلاشى وتنسي. هسه نروح الى ذكريات اهل المدينه. اليوم راح نذكركم ببرنامج هو انعرض بالثمانينات واستمر من بدايه الثمانينات الى بدايه التسعينات. وقته الساعه 4 العصر، تذكروا له لا؟ اكيد تذكروا طبعا، اكيد سينما الاطفال اللي كانت تقدمه نسرين جورج. هذا البرنامج اللي كان يقدم لكل الاطفال يعني افلام اجنبيه، ورا ما ينتهي الفيلم نستخلص فد عبرة وحكمة معينة من عنده. للأسف توقف مثل ما قلت بداية التسعينات، يعني نسرين جورج سافرت إلى نيوزيلندا، لكن احنا سمعنا أخبار أنه هي بعدها تشتغل بمجال الطفل. شوقتيني يا نضال، شوقت أكثر من أهل المدينة أنهم نشوف لقطات من سينما الأطفال. خلينا نشوف لقطات من سينما الأطفال ونسرين جورج. زين راح نخليها انتم تكونون نهايه للفيلم. زين هسه راح نتوقف لحد هذا المشهد. مساء الخير اصدقائي الاعزاء، واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج سينما الاطفال. في حلقه اليوم احنا ضيوف على طلاب متفوقين من مدرسه النيل المختلطه، فبالنيابه عنهم ارحب بكم وراح نشاهد أو راح تشاهدون أسئلة الأطفال اللي راح نسمعها من عندهم وفكرة الفيلم وأشياء خفية موجودة في الفيلم هم ممكن يحب يسأل عنها. فات الصبي توم برجل المداخن. بالمناسبة أصدقائي، الفيلم مثل ما شفنا بالبداية يتحدث عن طفل، حياة طفل في القرون اللي مضت، شلون كانت حياة بائسة، شلون كانوا يستغلوهم الناس، وخصوصا اللي ما كان عنده أم وأب. مو نعم ليندا، أنا سميت الفتاة ليندا، مو هي المفروض إلي. إلي اسمك حلو فلذلك سميت الفتاة لي. شكرا. زين يا ليندا، سؤال، شنو علاقة الفتاة بالمرأة الساحرة اللي ظهرت عدة مرات؟ من عندي حسام؟ نعم حسام. فت عندما قفز طبعا توم بالماء ووضعوه، طبعا لم يستطيع ان يفعل الفيلم على حقيقه، بل وضعه على شكل كرتوني، يعني كيف حال يستطيعوا ان يحركوا ان يكلموا الاسماك؟ صح، ويتكلم الحيوان، وشلون يقدر يتنفس مده طويله؟ يتنفس مده اذا في لو استطاع سووه على فيلم كرتون حتى يقدرون يسوون به كل شيء. الكرتون نعم. يساعد المخرج بكل اشياء. نعم صحيح، كلش صحيح كلامه كلش صحيح، انه تحول الجزء الثاني من الفيلم الى كرتون حتى يسهل للمخرج عمليات كثيره، عمليات خيال ما تتحقق في الحقيقه لكن ممكن تتحقق في الكرتون. مثلا الحيوانات شلون بدات تتكلم مع تومي وشلون يقدر يتنفس هو خلال الماء. زين اصدقائي، اكو علاقه مشتركه بين الفتاة إيلي وبين توم، بالرغم من أنه إيلي كانت فتاة غنية جدا وتوم كان فقير جدا، لكن كانت أكو بيناتهم علاقة مشتركة واحدة. أتوقع نهاية الفيلم أنه يخرج صبي توم من البحر ويرجع على صورته الحقيقية ويعيش، يعني يذهب إلى قصر الفتاة التي اعتادت أباها وأمها، يعني يعيشون بسعادة بالقصر. شكرا يا قيصر، اشوف بعد منو عنده فكره للنهايه. نعم سلوان، اتوقع نهايه الفيلم انه يلقي القبض على اللي منظف المداخن ويطلع الولد من الماء ويعيش حياه سعيده مع صديقته اللي في القصر. زين، يعني اذا كلكم تتوقعون خروج توم من الماء. اشكركم اصدقائي لمشاركتكم اليوم في حلقه سينما الأطفال واللي تناقشنا بيها حول فيلم أطفال الماء، وأشكر الهيئة التدريسية لمدرسة النيل المختلطة اللي استضافتنا واستضافتنا وأن نشارك بها أيضا طلابها المتفوقين بحلقة اليوم.
اعتقد ما كنت اتصل ما يفرح من واحد يقول له راح اجيب لك لعبه، لكن للاسف انه اكو كثير من الاطفال وخاصه الصبيان يفضلون الالعاب اللي بيها عنف. نعم، انه كل طفل يحب الالعاب المختلفه، لكن هسه الاطفال قاموا يحبون الالعاب اللي بيها عنف وبيها قتال، يمكن لان افلام كارتون افلام الكارتون كلها اكشن وكلها عنف، فبالتالي انه الطفل يميل لهي الالعاب. هند طلعت لنا بغداد راي مجموعه من الاطفال، خلينا نروح نشوفها. شوف، بالفترة الأخيرة العنف زاد عند الأطفال، الأطفال تفضل ألعاب الأسلحة والدبابات والسيارات على الألعاب الذهنية والفكرية، موجودة هذه الظاهرة عندنا بالشارع؟ أكيد. شو رأيك أنت؟ والله هي ظاهرة سيئة هاي كلش، وهي يعني يتحملها الأول والأخير هي الحكومة طبعا. هي الحكومة المفروض هيك شغلات سيئة اللي تضرر الأطفال هاي أصلا ما أدخلها من الحدود، تمنع استيرادها من الأساس. يعني هي تتحمل الخطأ الكبير الأول والأخير هي، لأنه هاي يعني أنا أعرف صارت يعني كلش مآسي من عندها، وخصوصا هذه المسدسات اللي بها هاي صجمات، يعني يا ما عيون راحت وراحت، فهاي المفروض أصلا ما تدخل يعني بعد. ست، نحب نسألك شنو رأيك بالعنف عند الأطفال؟ بالفترة الأخيرة شاهدنا الألعاب العنيفة اللي يميلها الأطفال بالذات الأولاد، يعني واقتنائهم للمسدسات والأسلحة، وشوفين حتى بالشارع يلعبون كأنه لعب الجيش أو حركات عنيفة بيناتهم، حتى الضرب اللي عندهم ازداد بالفترة الأخيرة، شنو رأيك بهالموضوع؟ والله يعني أنا بالدرجة الأولى أعزي هذا الموضوع للبيئة اللي هو عايش بيها الطفل، لأن إلها دور كلش كبير طبعاً بنفسية الأطفال. إحنا دا نلاحظ هاي بالفترة الأخيرة فتشي مو طبيعي، أكثر من اللازم زادت، يعني حتى الألعاب اللي هي تعليمية كانت للطفل ما إلها ميل، حتى أفلام الكارتون اللي قبل إحنا كنا نباوعها كلها مع الأطفال وكلها يعني إلها فد معنى وفد يعني تنمي قد الطفل فد يعني مفردات حلوة، هسا كلها اللغط. أحب ألعب طوبة. طوبة؟ وبعد شنو تحب؟ أحب أسبح، ألعب سباحة. أنا يعني سباق وطوبة. طوبة. ما تحب المسدسات والدبابات؟ لا أبد. أبد؟ شنو رأيك جهان نشوف اللي يلعبون هيجي ويضربون واحد الثاني؟ يعني أضايق، أقول هذول شلون يضربون الثاني وهو صديقهم؟ إي. زين شنو تحب تقول لهم؟ يبقون يلعبون هذه الألعاب؟ لا. يعني أقول لهم يعني إذا ما استمعوا لكلامي أعوفهم، إذا استمعوني أبقى وياهم. شنو اسمك؟ فضل. فضل، شنو تحب تلعب؟ مسدسات وطلقات وغيش. عندي مسلسل بس أضرب بيها طلقات وها. شون؟ أحب ألعب مسدسات وطلقات ودبابات، هيك أعرف أحب أشوف. أي؟ زين ما تحب تلعب غير اللعبات يعني أنت؟ طوبة ألعب سباق هيك أحب. وهم تأذي أحد من تلعب وياه بالمسدسات؟ لا أبد؟ زين أهلك يشتروا لك إياها هذه الألعاب؟ إيه يشتروا ليها. إيه؟ ودائما وياك بالبيت وهيك شيء؟ إيه أحب ألعب مسدسات وطوبة. مسدسات؟ مسدسات؟ إيه هواية وبالطوبة وهم ين بال زين باللعب هم تضرب أحد يضربك؟ لا ما أضربهم. لا هم من معاورك هنا أنا؟ هاي واحد مو جاي يلعب فقمزت وقمز الثانيين ضربوتي هنا. زين هم تحب تقرا قصص تشتريها مجلات؟ ايه قريت. كل طفل من مرحلة إلى مرحلة يفرح بهاي المرحلة، وخاصة من الروضة للمدرسة الأهالي تحب تجسد وتوثق هاي الذكريات الحلوة. يوثقوها لو بالصور أو شريط فيديو. خلنا ناخذكم للموصل لأن هناك حفلة لتخرج الأطفال.
شعور ما ينوصف. أطفالنا، أكبادنا، يعني أحبابنا، هذول جيل المستقبل، نتمنى لهم يعني السعادة، نتمنى لهم حظ أوفر من اللي قبلهم اللي شافوه، نتمنى لهم يعني يكونون صناع هذا البلد، إقادة هذا البلد إن شاء الله، نتمنى لهم كل الخير، ونتمنى لهم أن يعيشون بأمان، هذا أهم شيء حتى يواكبون المسيرة يعني بلدهم ويصنعون ويبدعون كل ما إن شاء الله نوفر لهم. هو نتمنى، أنا أتمنى لبنتي إن شاء الله يا ربي تكبر وتتفوق وأصير بأحسن المكانات يا ربي، وأتمنى لها يعني السعادة. أمي ربت بيتي، أمي ما أحلاها، كيف البيت يكون لا أعرف لولاها، أنسى حتى نفسي لكن لا أنساها، وكمان يترعاني والله سأرعاها. نحتفل بهذا اليوم بتخرج حفيدتي، نتمنى لجميع الأطفال السرور والرفاه والسرور الدائم ورفع الحزن عن الأطفال جميعا بحضور أهاليهم، إنه أنجح أنجح وأروح على الكلية. كان الاحتفال والمهرجان رائع جدا، حيث عبر الأطفال عن الخبرات والمهارات التي تعلموها من خلال المنهاج اليومي والشهري للروضة، فكان الاحتفال رائع جدا، ومما أدى هذا إلى إعجاب الحاضرين. أسماء ربة بيت من بغداد، هي لا تشتغل ولا تعمل بأي دائرة، لكن شافت نفسها أنه هي تجيد عمل المعجنات والكيك، فحبت أن تسوي مشروع خاص بها. لكن مشروع غريب أنه حبت تسوق منتجاتها عن طريق الفيسبوك، سوت لنا موقع إيراك كيتشن، أنه عن طريق هذا الموقع سوي أونلاين أنه تسوق المنتجات اللي عندها من كيك، وبدأوا الناس أنه يشترون ويطلبون هاي المنتجات اللي هي تصنعها بإيدها. يا ريت كل امرأة عراقية تشوف أسماء وتحذو حذوها. خلونا نروح نشوف. صباح الخير عليكم مشاهدين أهل المدينة، اليوم احنا في ضيافة امرأة عراقية مبدعة قدرت تقدم فن الطبخ من بيتها ومن مطبخها المتواضع البسيط، بس قدرت تقدمها بطريقة رائعة ومختلفة وجديدة وبعيدة عن كل يعني وصفاتها جديدة وبعيدة عن كل الوصفات التقليدية، وبنفس الوقت هي أم لثلاثة أطفال وزوجة، ويعني ما شاء الله عليها. اليوم احنا في ضيافة أسماء إسماعيل العزاوي، نرحب بيك ببرنامج أهل المدينة، ونقول لك طبعا عاشت إيدك، فاجأتينا أنت إنه احنا اليوم جينا وشفنا الكيكة أنت راسمة عليها اللوجو كله مع أهل المدينة، وفعلا يعني إبداع، يعني عندك دقة بالشغل، يعني عاشت إيدك. تسلمين، أهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بكادر الشرقية وأهل المدينة، وتدللون فتشي بسيط يعني قابل شو مسويت لكم، فتشي هو بسيط بس يعني صدق اللوجو مالتكم يعني يستاهل إنه يسوى على كيكة، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم الأصناف اللي سويتها، وأشكركم على التقديم الرائع يعني هذا من ذوقكم. أكيد راح تعجبنا، بس قبل ما أبديك الأسئلة كلها أحب أسألك، إيش قد أخذ من عندك يعني هذا اللوجو بهذه الدقة بهذه الطريقة إنه أنتي تسوين على الكيكة، إيش قد أخذ من عندك وقت؟ يعني إذا نحسب ساعات متواصلة فمو أقل من 6 ساعات متواصلة. 6 ساعات؟ أي متواصلة، لأنه تحضير العجينة، تحضير الألوان، يعني أسويها تخرب
ما تطلع بالدقة اللي أريدها، أرد أعجنها من جديد وأفرشها وأرد أقصها، لقيت بها خطأ صغير. جتي ست ساعات متواصلة، إذا نقول يعني كوقت، أي ست ساعات. يعني مبدعة وصبورة بنفس الوقت. يحتاج صبر، تحتاج دقة وأعصاب وهدوء وصمت، لازم أكو جهال يوخرون، لأنه مثلا جريتها للعجينة نجرت زايد خربطت لي المنظر. ردي عجني من جديد وخليها تجف، أحضرها قبل. ليش أنا أقولش يعني كوقت كطولها؟ لأنه أسويتها أنا قبل بيوم، حضرتها وجففتها على ما تتماسك، من أشيلها ما تتكسر ما تتف أي. وبعدين الكيكة سويتها وطبعا حشيتها وشغلات، وفوقها غلفتها بكريمة طبقة خفيفة، وفوقها العجينة، وهذا شغل ثاني. وبعدين ثبتت عليها ولزق يعني لزقتها، والشرقية ما رهمت ب يعني إلا كتابة، لأنه رفاع كلش. أي وتستاهلوها وإن شاء الله تعجبكم. لا أكيد أعجبتنا، شكرا لك. طيب أسماء، أحب أسألك بالبداية، فن الطبخ هذا المشروع اللي أنت يعني بديتي به من بيتك من مطبخك، وعندك بنفس الوقت صفحة على الفيسبوك، صفحة العراقي كيتشن، يعني تشوف تنزيل وصفات بيها، وهواية ناس تسألك وتطلب من عندك أصناف. شلون اجت ببالك الفكرة؟ أكو أحد اقترح الفكرة عليك، أو قريتي الخبر، أو يعني أنت فكرتي وعجبك، أو أنت أصلاً إلك واهس بالطبخ؟ يعني شلون اجت ببالك الفكرة؟ الواهس بالطبخ موجود، يعني أنا والدتي الله يعطيها الصحة والعافية يعني فنانة الطبخ، وجيت هنا أم زوجي هم أصحي لها ماما هم والله ما شاء الله عليها، طبخها لا يعلى عليه يعني. فالطبخ موجود بالعائلة فتشي، بس الفن زايد يعني هاي الشغلات والوصفات الجديدة. يعني أنا أحب أطورها، أحب أن أنميها. يعني أنا الكيك وتزيين الكيك بالكريمة يعني صار أكثر من 10 سنوات، 12 سنة أنا أزين وأسوي ورود وأسوي شغلات بالكريمة بصورة عامة. بس هذا الشغل عجينة السكر، هذا شغل يعني هسه اجى بالعراق، ما صار له هوايه وكلش نادر، مو كل يجيبه ومو كل يسويه. والفكره جتي بالتتابع، يعني اول شيء كانت فكره الصفحه هي بتخالتي وفاء، هي فكرتها. فمن سويتها للصفحه وهي وياي مسؤوله عن الصفحه، وبنات رنا وام ياسين وريم وسناريه وهوايه وام احمد وشيرين، هوايه بنات ساعدونا رتبونا حتى الصور، لانه الصفحه قامت تفيد عراقيين هوايه بالداخل بالخارج، لمت عراقيين. شوفين يوميا يجون يشوفون الاخبار شلون فلانة تمرضت يسالون عليها، فسوت جو بين العراقيين بصوره عامه بالداخل وبالخارج. بنيه بالخارج تعلمت شغله الكيكات، قامت تسوي كيكات حلوه لها للعائله. هي كانت صاحبه فكره الاوردرات على الفيسبوك، هي يعني بالخارج اكثر من عندنا هيجي شغلات وهيجي فطتني الفكره، قالت لي انت شغلك حلو وممكن انه تسوين ويوصوك الناس على هاي الكيكات خصوصا. طبعا انا هسه كيك وحلويات ما موسعه شيء يعني، وطبعا التشجيع من امي وابويا. اريد اسالك، منو اللي شجعك؟ منو اللي وقف وياك وساندك بهذه؟ والله يعني اول اثنين امي وابويا، وثالثهم زوجي واخواني وماما أم زوجي وحتى حمويني، والعائلة كلها يعني كلها تشجع وكلها يعجبها. شغلة تخراب تفشل كلش عادي أسوي، لا أنا أمي تقولي لا دبريها تسويها، مستحيل ما تقولي لي. مرات وصفة أقولها لا ماما ما عرفتها، لا تقولي تقدري لها، لا إلا سويها إلا سويها، وأخلي روحي بيها وإلا أسويها. والحمد لله والشكر يعني شقد وصفات ورا الصفحة سويتها، الحمد لله ما عندي فشل. يعني لأن كأنما بيفد أجر ويا العالم، أسوي الوصفة أصور لهم إياها. طبعا فتشي هو كلش متعب، إنه بنص التقلات توقفين تطقين الصورة وأنزلها عليها اللوجو مال الصفحة، لأن حتى لا تنأخذ، وأوضح لهم. والناس حبوها، ليش حبوا الصفحة؟ أجاوبهم مثلا هاي ليش هيك، يعني أنت على تواصل وياهم لهذا السبب هم يسألون إن شاء الله تشوفون وتتأكدون على التواصل، وتشوفون الناس إيش قد حابين فكرة إنه سيفرحون إنه حطلع على الشرقية. سولفينا على هذه الوصفات اللي هسه نشوفها احنا، هذه اول وحده كزنوبه
كازانوفا، هاي حلوة شايفتها يبيعوها بالسوبر ماركتات بكاسات، كاسات بلاستيك، كاسات اي ديسبوسبل، فاني خو ما اسويكم اياها ديسبوسبل غير اسويكم اياها كاسه حلوه. فهي هاي كازانوفا، وهم منزله اني وصفتها طبعا موجوده بالصور، وهاي الكيكه هاي هاي اني منزلتها. هذا بلاك، هاي بلاك فورست ترايفل لبلاك فورست، هاي اني مسويتها بس بالفراوله قبل فتره، نزلت لهم الطريقه مو هي بالاصل بالكرز، والبارحه ما لقيت لكم فراوله بالسوق، ما جايبين السوق كله يمنا، واليوم نص الصبح طلع زوجي يدور على فراوله ملي، فرجعت على الوصفه الاصليه بالكرز، بالكرز. وهذه تارت الخوخ، خوخ. طيب هذه التارت هذه ايش بتاخذ وقت؟ هذه اول شيء اني اسوي العجينه واسويها بست البيت، والفها اغلفها بنايلون وادخلها بالثلاجه اقل شيء نص ساعه، ممكن قبل بيوم، وراها افتحها واخليها بالقالب بحيث مجوفه يعني تكون، اشويها اكمل شواها، بعدين الخوخ مقطعته مذبلته شويه على النار ويا رشه شكر ويا خاشوقه نشا او طحين، حتى لا تظل مي الرطوبه السوائل اللي تنزل من الفواكه تتعبها، فشويه مجرد تذبل على النار وبعدين اطلعها هي حاره من الفرن، اصفطها عليها وارد ارجعها من جديد واغلف حواشيها بالسيليفون، لان الحواشي ممكن تحترق قبل ما تلحق تستوي. طيب على كل الاحوال طبعا عاشت ايدك، وعاشت ايدك بالذات على يعني هذه الكيكه، ونورتينا برنامج اهل المدينه، وشكرا جزيلا لك، وان شاء الله يا ربي يعني يستمر هذا النجاح، وان شاء الله تتواصلين اكثر ويا العالم، وان شاء الله تحقق يعني تحققين المشروع اللي انت تحلمين. تسلمين، الله يبارك بيكم واشكرك ونورتونا وشرفتونا. شكرا لك اسماء على هذه الكيكه اللي حملت اسم برنامج اهل المدينه، وبعد ما كلش حلو، بعد ما شفنا الاكل والكيك واحنا جايبين ويانا لفاتنا، واكيد هسه الاطفال ما تروم من الجوع، خلي نروح وياهم حتى نطلع اللفات اليوم اللي انا سويتها انا وزينه. اكيد انا وياهم. اني نوح حبايبي كلهم يشرون جوعانين، لعبه هواي النضال، فاكيد راح يجون. زينة انت وزعيك. انا اختصاص البنات يمي. يا حبيبي. يا حبيبي كيفك؟ شو اسمك انت؟ شنو؟ اللي ما تعجبه لان رغم قالت انا احكي حاشاي من عندي، شو ما يصير تاكلين؟ اللي ما تعجبه يبدلها. ياش بنتي يمك قوم خش مني. مو جوعانه؟ سايلنت. اخو حبيبتي. بس قبل ما نبدي ناكل شو نقول؟ عافية عليك يا حبيبي. عاد قبل شوي تشغيلت المياكل، المياكل شنو ما يكبر عشان حكمل، مياكل ما يكبر ما يصير عنده عضلات. باعي ما تكبرين، خذوا وحده شوي من صغيرونه. لا لا مو تطيق الوقت، اسيبوا عليه بخيله. لعبنا واكلنا وشبعنا والحمد لله واستمتعنا، وكان يوم مميز بوجود هذه النخبه الجميله من الاطفال اللي احتفلوا اليوم ويانا مناسبه يوم الطفوله. نشكر كل من تابعنا وان شاء الله دائما نشوفكم على خير. نهايه اسبوع سعيد، انتظرونا يوم السبت. راح تقولون ليش السبت؟ يوم السبت راح تكون حلقه استثنائيه لانه راح يكون اول يوم للامتحانات النهائيه الوزاريه، ان شاء الله ربي بالخير، وان شاء الله كل الطلبه يجاوبون، تكون الاسئله سهله ان شاء الله. مع السلامه. يا باي باي. سوا يلا باي باي.